saw what happened in Egypt and in Tunisia, and they had their revolts and the Arab Spring began, but we never expected it to happen in Syria. صرنا يعني من فترة بعيدة نحن سوريين الأكراد السوريين كنا بدون هوية جنسية سورية. قلت في عندي أربع بنات يعني واحدة صغيرة وهذه ثلاثة ما شاء الله شابة. والله أنا كمان نحن كمان هربنا مو بس من الغلا كمان والله هربنا مشان ناموس كمان. جينا على معبر الحدود ثاني يوم جينا الساعة 5:30 تقريبا عبرنا الجسر مشينا وامي كانت اذا توجع كل شيء ربع ساعة نص ساعة تفاني ضلينا بهالحالة ومعنا اغراض يعني نمشي 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 للساعة 9 المساء بس هون يعني بالخيم ما عاد في شيء اسمه مأوى وهيك شيء يعني عندي أمل إني أرجع على سوريا على روش عالم خاصة منطقتنا اللي نحن يعني منطقة أكراد اللي نحن عايشين فيها بغربتي أم كوشتن دي كامبارم دي خستن ملاتي ماجي دور خستن من ولاتي غريب داهي سياسة أخد ورباكن ملاتي خوب جيباكن سياسة تاخد ورباكن